بسم الله الرحمن الرحيم خوتي راني فايت من على الطريق هذه في الحدود تاع المعاصمه اللي فايت واحد في الليل عيد من 4 ان شاء الله ساعة عندنا في المشينة عندنا عاد الصفايه باين نبه خوتي في الليل والناس اللي تسوق المشين ليها هذا الصفايه تجيب لي بالشاطه الفوق تي راسك في الشاطه هذا الصفايه هاي تقبضهاش وتقبض صوالح هادو كي يسقوا الموتير شي يبداو جمر هذا الجمر تقيسوا المشينه بالرافيلر يحرق لها شو راه فيه صغابه يحرق لها كاع الغابه اما السعف تاع المشينه لازم يرد باله لهذا الامر هذا الصوالح هامينا هذو هما اللي يديروا لنا مشكل اللي يحرقوا لنا المحاصيل ويحرقوا لنا الغابه ماذا بيك السعف تاع المشينه يدير حسابه للصفايه هذه ينفضها دائما على بالي بلي تعيي وعلى بالي بلي اشاك فوا لازم يعاود يرجع ليها بصح لازم تحرق الواحد في ريحته كاع السلام عليكم.